وصفتنا اليوم هي أصابع الأوزي. رح نشوف كيف رح نعمل سمبوسك الأوزي على شكل أصابع. أول إشي بنحتاج لتحضير هذه الوصفة لكوب من البازيلا والجزر، وقية من اللحمة المفرومة، نص كاسة رز منقوعة ومصفية، عنا بهار مشكل، كركم، جوزة الطيب، ملح، هال، ورح نحتاج لمعلقة صغيرة سمنة، زيت ذرة، وعندنا عجينة السبرينج رول الرقيقة. هلا حنحضر مع بعض الحشوة على المقلاي، خليكم معنا. أول شيء لتجهيز الحشوة بدنا نحط معلقة من السمنة، معلقة صغيرة، شوي من الزيت، وحنقلي اللحمة لحتى تتحمر وتستوي عنا. اللحمة عنا تحمرت، حطينا لها رشة من البهار ورشة من الملح. هلا حنضيف لها البازيلا والجزر، حنقلب شوي، وهلا حنضيف الرز المنقوع والمجهز، بس بدنا نص كوب لانه احنا بدنا طعم الخضار واللحمه. يعني هذا الفرق مع بين الأوزي العادي او صورة الأوزي وبين السمبوسك، اسهل واسرع وطعم الاشياء اقوى. هلا حنحط رشه من البهارات، حنحط الهال، الملح، رشه من البهار المشكل، الكركم لحتى يعطينا لون حلو للرز، هنبشر شوي من جوزة الطيب، هنقلب الرز مع اللحمة والبازيلا والجزر، بعدين حنضيف مي مغلية تغمرهم نص سنتي تقريبا، حنتركه يغلي، بعدين حنهديه على نار هادية لحتى يستوي الرز تماما. وخليكم معنا نشوف بعدين كيف تطلع معنا الحشوة. الحشوة عندنا صارت جاهزة، هلا حنحطها في وعاء جانبا لحتى تبرد تماما، بعدين بلش نحشي فيها عجينتنا. هلا الحشوة عندنا صارت باردة، بنقدر نحطها في العجينة السبرينج رول. حنجيب العجين عنا، رح نعمل شكل مثلث، ندخل الجناب لجوا، حنحط معلقة من الحشوة بالنص، وحنلفها بهالطريقة، وعلى الطرف حنحط من معجون الطحين والمي لحتى تلزق معنا منيح، وهيك صارت جاهزة لحتى نحطها في الاير فراير. رح ندهنهم بشوية زيت ليعطونا القلي، قرشة القلي، لأنه ممكن نحطهم بلا زيت بالاير فراير بس رح يدبلوا بسرعة، فإذا حطينا زيت رح يعطينا نتيجة القلي بالضبط، وأي زيت زيادة رح ينزل معنا في المقلاية. أنا مجهزة حبات. هلأ حنجيب نرشهم بشوية زيت، شوي صغيرة،
يعني احنا ما بدنا نغطيهم بشكل كامل، بس هيك نعطيهم لمعة. هلا حندخلهم على الاير فراير. ضروري نلزقهم بالمعجون لانه الهواء اللي بالاير فراير ممكن يفتحهم. بنخليهم شوي بعاد من بعض. بهالشكل حنحطهم لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 200، وحنشوف بعدين إذا محتاج نقلبهم أو بكونوا جاهزين. حنشوف هلأ شو صار بأصابع الأوزي اللي حضرناهم. عنا تحمروا وصاروا جاهزين. هلأ رح نطفي الاير فراير. أنا قلبتهم أكثر من مرة خلال اللي هن عم بيتقلوا. هلأ حنطلعهم حنصفهم بطبق التقديم. العجينة رائعة يعني مقرمشة على الآخر متحمرة. حنقدم جنبهم صلصة اللبن أو سلطة الخيار بلبن. أنا بشرت جزر خيار قصدي وحطيت معه معلقتين لبن رشة ملح. راح أحط من هاي الصلصة. كتير طيب الأوزي مع هذه صلصة الخيار بلبن. هيك طبقنا صار جاهز. صحة وهنا. هذا البرنامج برعاية أواني ريالتو من بلاريني، طهي سريع ممتع بدون التصاق. عندكم أي سؤال أو استفسار ابعتوا تعليقكم تحت الفيديو.